احنا خصنا ضروري نهضروا في هذا الشيء هذا ونكرروا ونعاودوا، لان بزاف الناس كنلاحظ انا بزاف الناس ما كيعرفوش شي حوايج. واش السيد عنده شاطو هنا فيه 50 كيلومتر مربع، يعني دويلة ديالو عنده هنا في فرنسا الملايير، وداك الشاطو خدامين فيه الناس العام كامل، شحال من عبد خدام تما، 1000 ولا 2000 ولا ما نعرف، كلهم واكلين شاربين معالجين على ظهركم، كل شيء خالص. الماء والضوء، تصوروا الماء مينيرال، كيشري القراعي ديال الماء مينيرال وكيعطيهم للناس، لانه هو كيسقي بداك الماء، كيسقي بداك الشاطو، عنده داك الاراضي والخيل وداك الشيء كلشي. وملي كيجي هو لداك الفيلاج، داك الفيلاج كيطيح في الجفاف، ما عندهمش الماء، وكيفرق عليهم القراعي ديال فيتيل وايفيون، راه كتعرفوا شحال كدير القرعه باش الناس يغسلوا به ويشربوه. وحنا عندنا في زاكورا عباد الله كتموت بالعطش، كيخرجوا يعطيوها الزرواطه. في الاطلس عندنا الاطفال ديال الاطلس كيموتوا بالبرد وكيموتوا بالجوع. هو اش كيدير؟ كيصيفط الدراري ديال بيتس داك الفيلاج هنايا، كيصيفطهم كل عام في طائره خاصه بوينغ كبيره، يعني طائره فرنسيه اير فرانس، كتديهم وتجيبهم للمغرب، وكل شيء خالص، النازل والاكل والتنقل داخل المهلكه، وزيد على ذلك لارجون دي بوش، يعني التدويرات الجيب اللي كيعطيهم 500 اورو للواحد، وعاد زيد عليها المنشات اللي كنشئ لهم تما، الملاعب وسير وسير وسير. هادشي هذا راه كاين، الناس اللي متابعين الاحداث كيعرفوا هادشي، ولكن الخطاب ما موجهش ليهم، موجه للناس اللي ما كيعرفوش. يعني باش تعرفوا الظلم، واش هادي ماشي حقره؟ وحنا ملي كنهضروا على هادشي كيتهمونا بالخيانه، شكون اللي خائن؟ غير قولوا لي الحقيقه، شكون اللي خائن؟ واش تعرفوا هاد الناس هادو راه ما عندهمش الضمير؟ حنا هما اللي الوطنيين، حنا هما اللي كتجينا الغيره على بلادنا ابا عن جد. ماشي عاد اليوم هادشي، ماشي عاد اليوم هادشي، اما راه كيكون عندك في الدم ولا ما عندك شيء. هادشي راه ما كيتعلمش، راه ماشي بحال الاباجيديه ولا الموسيقى ولا شي حاجه غادي تبدا تعلمو. راه شحال من واحد جاي هنايا لاوروبا وغادي كيدير الحياه ديالو، غادي يشري طوموبيل وغادي كيتفسح، ولا تزوج هو كاع بقوريه ونسى المغرب نهائيا. كاين شحال من واحد بدل سميتو هو كاع، ولا سميتو جو سي با كلود فرانسوا ولا ما نعرف، شحال من واحد قطع هو كاع. وماشي كنلومهم انا، هذوك على الاقل اللي طواو الصفحه اولا بدلوا داك الهويه ديالهم ما يتلاموش، لان المسؤول الاول والاخير هو النظام. النظام الملكي هو اللي كيكره الناس في بلادهم، راه تقت ما تهرب من دار العرس كما كنقولوا. النظام الملكي هو المسؤول على التهجير. راه عندنا عرفتي شحال من مليون هنا في اوروبا وفي امريكا، راه حنا طالعين في شي 20 مليون هادو اللي جاوا عاد الولاد ديالهم، وسير وسير وسير. الناس هادو كلهم علاش غير جاو هربوا؟ غير جاو خرجوا؟ ماشي غير جاو خرجوا، وعندهم عندهم في بلادهم ما يغنيهم، عندهم في بلادهم ما يعيشهم، عندهم في بلادهم ما ياكلوا، ولكن ما غاديش نعطيهم حقهم، غنجوعوهم، نمرضوهم، نقهروهم، باش هاد الناس يعطيوه اتساع ويجيبوا له العمله الصعبه، يجيبوا له الاورو اللاعين، كما قال هذاك داك الغبي اللي كتب داك المقال، قال لك الاورو اللاعين هما كتسيل اللعاب ديالهم على العمله الصعبه. هذاك اللي كتب المقال لو كان تفتح له الديوانه ما جلسش تما حتى ساعه المكانه، الكلاب يخرجوا من تمايا.